ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق الأهلي اللي حقق الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في المباراة اللي جمعته من امبارح على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي هدفي اللقاء، وهيلتقي الأهلي مع الرجاء في المغرب يوم السبت اللي جاي في لقاء الإياب لربع النهائي لحسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. فريق سان داونز الجنوب أفريقي فاز على شباب بلوزداد الجزائري 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في الجزائر في مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، وبالنتيجة دي وضع سان داونز قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة الإياب اللي هتقام السبت القادم في جنوب أفريقيا. فريق سيمبا التنزاني فاز على الوداد المغربي 1-0 في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. مباراة العودة هتكون يوم 28 الشهر ده في الدار البيضاء بالمغرب. رابطة الأندية المصرية المحترفة اختارت امبارح محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي كأفضل لاعب في الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز، ونشرت الرابطة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الكهربا وقالت هو لاعب الجولة 26 من دوري رابطة الأندية المحترفة بناء على تعليقات وردود المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. ونروح للدوري الإنجليزي، وفريق ليفربول فاز على نوتنغهام فورست 3-2 ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كده رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 50 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نوتنغهام فورست عند النقطة 27 في المركز 19. فريق فولهام فاز على ليدز يونايتد 2-1 في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي، وبالنتيجة دي رفع فولهام رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع في مسابقة الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد ليدز ل 29 نقطة في المركز 16. فريق كريستال بالاس تعادل مع ايفرتون 0-0 ضمن منافسات الاسبوع 32 من الدوري الانجليزي الممتاز، وبالنتيجه دي كريستال بالاس بيحتل المركز ال 12 برصيد 37 نقطه من 32 مباراه، ولكن ايفرتون بيحتل المركز ال 18 المؤدي للهبوط ب 28 نقطه من 32 مباراه بفارق الاهداف عن ليستر سيتي. خلصت نشرتنا الرياضيه.